محمد أبو سعدة محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية. وصلت لدولة قطر 2012. طبعا كبداية أي شاب جاي بلد جديد وكده، فبدأت بشغل كأنك كنت بشتغل في مطعم. كنت موظف. كنت موظف في مطعم. لغاية ما الحمد لله ربنا أكرمنا وبقى عندنا مطعم مطابخ ليفرفود العالمية. والله احنا عندنا اكتر من حاجه بنشتغل فيها يعني، بس الشغل بتاعنا الرئيسي ان احنا بنشتغل في مجال الاغذيه، متعاقدين مع وزاره التعليم واداره الصحه والسلامه، بنورد وجبات غذائيه للطلاب في المدارس. معنا 20 مدرسه، منهم مدارس الاولاد ومنهم مدارس البنات. طبعا مدارس الاولاد بيدوم فيها موظفين شباب، مدارس البنات بيدوم فيها بنات. عندنا طبعا الاولاد وعندنا البنات. جميل. بخلاف وزاره التعليم طبعا عندنا شغلنا مع مؤسسه قطر الخيريه. طبعا مصنفين فيها رقم واحد الحمد لله. عندنا مؤسسه الشيخ عيد طبعا، غير الهلال الاحمر، يعني كذا فرع في شغل الكاترين يعني. اللي يميزنا عن باقي المطاعم ان احنا بنعتبر نفسنا شركاء في التنميه. يعني الفكره بتاعنا ان احنا مثلا مش مطبخ جاي يقدم اكل وخلاص يعني، لا احنا بنعتبر نفسنا حتى ما بنشتغل مع وزاره التعليم وصلوا لنا الفكره ان احنا شركاء في العمليه التعليميه. يعني مش مثلا مطبخ رايح يودي اكل للطلاب وخلاص، لا ده احنا موظفين بنساعد في تنميه الدور الوجبات الغذائيه يعني ككل يعني. احنا كان بالنسبه لنا هنا في اكبر تحدي، الحمد لله احنا يعني ما فيش صعوبات قابلتنا خالص، غير هما حاجتين اللي هما بارزين طبعا، ازمه الحصار وازمه كوفيد. طبعا ازمه الحصار احنا ما يعني الحمد لله يعني كانت شيء اسبوع يعني، العلم معانا اسبوع بعد كده خلاص، لان طبعا انت كنت كل المواد الغذائيه اللي بتتعامل بيها يعني ممكن مثلا 70% جاي من دول الجوار مثلا، فلقيت السلعه دي ما عادش موجوده مثلا. بس طبعا بصراحه يعني حاجه يعني نشهد للحكومه هنا ان هي في خلال يعني مش هنقول ايام، ساعات، كان كل شيء ليه بديل، كان كله متوفر. فازمه كورونا طبعا اول شيء بالنسبه لنا يعني كانت بسم الله الرحمن الرحيم قفل المدارس. صحيح. يعني كوفيد اول شيء اول علامه قفل المدارس. طبعا في الوقت ده احنا ما كناش يعني شغلنا بس مدارس يعني، احنا والحمد لله يعني بالنسبه لنا يعني مميزين الحمد لله. يعني انت مثلا وزاره التعليم وزاره الصحه والسلامه انت فيها مميز، فكل ده انت هتبدا يعني هتغير نشاطك لشيء تاني انت مش شغال فيه اصلا، او كنت بعيد عنه، او ما احتكتش بالناس فيه. جميل. يعني بالنسبه لك شيء جديد، كانك بتاسس شيء جديد. حلو. طبعا غيرنا نشاطنا للوجبات الغذائيه بس مش للطلاب بقى، مثلا للشركات للمؤسسات. حلو. الحمد لله اول سنه اشتغلناها اتذكر يعني في قطر الخيريه الحمد لله واخدين فيها رقم واحد يعني. الخطه اللي احنا عاملينها ان شاء الله، احنا بعد الفرع ممكن نعمل فرع واثنين وثلاثه، بحيث ان احنا مثلا يبقى عندنا في نغطي الدوله كلها عموما يعني. ناسس مطبخ مثلا في الوقره، مطبخ في الخور، الرويس بعد كان عندنا فيها مطبخ وسكرناه مع كورونا، يعني بحيث ان احنا ان شاء الله في كل مدينه هيبقى في اسم ليفرفود موجود ان شاء الله. والله
اشوف احنا انا بالذات شهادتي في الشهادات تكون بقى جروحه يعني، ف لان ما فيش كلمات توصف الوضع اللي احنا موجودين فيه حاليا يعني. ما شاء الله يعني هقول لحضرتك الفتره كبيره الواحد يفتخر ان هو عربي، يعني حاجه تخليك تحس بالفخر، وخصوصا مع تنظيم كاس العالم. يعني اللي عاوز اقول لحضرتك ان الواحد بقاله فتره كبيره جدا ما وقفش وافتخر ان هو عربي زي ما افتخر الفتره اللي فاتت دي. فكل الشكر والتقدير والاحترام والحب والمحبه لشعب قطر وحكام قطر، ويعني زي ما بيقولوا عندنا في مصر من الصغير للكبير. انا رضا زياده، شريك ومؤسس من مطابخ ليفرفود. انا موجود هنا حوالي من 2005 2006 كزي اي عامل يعني، جيت يعني تطلع لكل شيء وكفاح وكده، ودايما حاطط قدامي مستوى ان انا اقدر اوصل له. تمام، انا عندي دايما حب العشره وان انا اساعد او اكون في كادر معين او ارد الجميل على قد ما اقدر لدوله يعني. فوالله الحمد لله يعني الامور مشت معانا. طب بتعب بكل شيء طبعا لحد ما وصلنا للمرحله ديت، ولسه برضه احنا واقفين. احنا قبل كورونا كان الحمد لله عندنا كان فرع، فحاليا دلوقتي مطلوب مننا ان احنا نرجع الفروع ديت وبزياده اكتر. والله لو على رساله شكر، هو ما عادتش بقت رساله شكر يعني، بقى زي ما يكون جميل سموه الامير عمله خلاه علينا ان احنا بس مش هنقدر نرد الجميل، لان الراجل حطينا في مستوى معين وحطينا في مكان ما بعد وقبل كاس العالم بالرؤيه للمنظومه العربيه ككل يعني. فانا عايز اقول لك ان انا ربنا ان شاء الله يعني رازقني بتوام، فان شاء الله في واحد فهم تمام باذن الله ان شاء الله. يعني الراجل ده يعني انا بحب حب غير يعني بعيد عن كل شيء، بس الحب ده مني ليه كده. والله هي مولوده في الدحيل في شارع الخفدي يعني مقابل اللاند مارك، خلف اللاند مارك. طبعا ارقام الهواتف اسفل الشاشه للتواصل مع مطابخ ليفرفود العالميه. بتشكرك يعطيك العافيه، شرفنا فيك وشكرا لاستقبال فريقنا في يا مرحبا بك، شرفتونا يا استاذ، شرفتونا. واقولها بكل فخر انا قطري، انا قطري خير ومحبه محضاري. واقولها بكل فخر انا قطري، انا قطري، انا قطري ودايم بيوي قطر غالية ومحبوباتي. يوم الشدايد والوغى مثل الحجر ما نبطاري. انا قطري، انا قطري، انا قطري ومحبة محضاري. وتولى هالك الفاخر انا قطري.